رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلة بودن. هذا اللقاء تناول حسب بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية تناول سير العمل الحكومي بوجه عام وتوازنات المالية على وجه الخصوص. وأكد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلية. طبعا كان رئيس الجمهورية قبل بيوم التقى بأساتذة جامعيين في اختصاص الاقتصاد والتصرف والمالية، وكان أراد أن يستمع إلى أفكارهم، رؤيتهم، قراءتهم للوضع الاقتصادي والاستنجاد بخبرتهم من أجل إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والمالية. وكان أكد أنه يرفض مجددا الإملاءات من الخارج ويريد حلول تونسية من الداخل تراعي الأوضاع متاع تونس ولا تهدد السلم الأهلية. وأعاد رئيس الجمهورية خلال لقائه مع رئيسة الحكومة أمس ما كان اختم به اجتماع أول أمس مع عدد من الأساتذة الجامعيين قول الفاروق عمر بالخطاب: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فردتها على الفقراء. وأشار إلى أنه بدل رفع الدعم تحت مسمى الترشيد يمكن توظيف أداءات إضافية على من يستفيدون دون وجه حق بدعم العديد من المواد ودون الخضوع لأي إملاءات خارجية. وذكر رئيس الجمهورية بأن تونس كانت عرفت هذه الطريقة منذ سنوات الأربعين من القرن الماضي عند إحداث صندوق التعويض لأول مرة. قرار في افتتاح بحث قاعد يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص يعني قضية التآمر الثانية حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. إذا المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب معناها بعد الاطلاع عليها متاع القوانين والفصول يقرر فتح بحث تحقيقي ضد 21 شخص في ما يعرف بتكوين نظام ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وأحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والعزم المقترن بعمل تحذيري على ذلك واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب أحد الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه وتوفير بأي وسيلة كانت أسلحة ومتفجرات وذخيرة وإخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لأشخاص طبيعيين أو لذوات معنوية مهما كانت شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها، مع العلم بأنه الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال وغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولها خصائص النشاط المهني المرتبطة بالجرائم الإرهابية وإفشاء وتوفير يعني هذه كل مكونات هذه الجريمة. إذن فما يعني ذوي شبهة محمد ريان الحمزيوي متاع الزهرة، فما عمارة الريحي، فما محمد كريم عمار، محمد صالح الرمضاني، شكري الرحالي، محمد عدنان المنيسي، صالح الزغلامي، سفيان بن يحيى، سامي رجب بحالة تقديم، وكل من ذوي الشبهة عبد الكريم العبيدي، لحبيب اللوز، علي العريض، فوزي كمون، فتح البلدي، سيف الدين الرئيس بحالة إيداع، هم موجودين أصلا في قضايا أخرى. وذوي الشبهة زهير الصديق، خليفة الشيباني، خليفة الشيباني متاع الوسائل الإعلام هذاك هو يبدي يعني يبدي
مسندة مطلقة لرئيس الجمهورية، ولكن اسمه مذكور في هذه القضية. يحيى بوشداخ، كيلاني الشيخاوي، علي الرياحي، محمد هشام المدب، أكرم هلالي، علي البغانمي، عفيف الشعامبي بحالة سراح، وذوي الشبهة سمير الحناشي، رفيق بن يحيى، عادل الدعداع، نبيل بوليفي، نادي عكيشة، شهرزاد عكيشة، عبد القادر بن فرحات، كمال الجزاني، لطفي زيتون، مهر زيد، مصطفى خضر، معاذ الخريجي بن الغنوشي، ويوسف الشيخ رئيس الحكومة السابق، ومحرز الزويري، أذوما بحالة فرار حسب ما جاء في هذا البحث. من جهة أخرى، الإبقاء على المحامي عبد العزيز الصيد بحالة سراح. قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس إبقاء المحامي عبد العزيز الصيد بحالة سراح حسب إذاعة موزايكا فام. وللإشارة في أنه الصيد مثل البارح أمام قاضي التحقيق اللي تولى استنطاقه بحضور هام من المحامين على خلفية شيكية كانت رفعتها ضد وزيرة العدل بعد تصريحات إعلامية أدلى بها بصفته عضو بهيئة الدفاع للمتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي. عز الدين الحزقي، والد جوهر بن مبارك، يقول: سأقاضي من أجرم في حق ابني جوهر ورفاقه. أكد الناشط السياسي عز الدين الحزقي أمس خلال ندوة صحفية بمقر الحزب الجمهوري اعتزامه مقاضاة كل من أجرم في حق ابنه جوهر بن مبارك وحق رفاقه الموقوفين. واعتبر الحزقي أنه ما يحدث في ملف قضية التآمر على أمن الدولة هو جريمة ضد الإنسانية، وأضاف أنه تهمة جوهر بن مبارك وبقية الموقوفين على ذمة القضية هي الوقوف ضد الانقلاب حسب قوله وحسب وصفه. وقال عز الدين الحزقي أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرب الدستور وضرب القوانين واعتدى على مؤسسات الدولة يوم 25 جويلية حسب ما نقلته إذاعة شمس أفام. جمعية القضاة التونسيين تطالب بإرجاع منظوريها المعفيين، ونفذت جمعية القضاة التونسيين البارح وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للمطالبة بإرجاع القضاة المعفيين. في تصريح المزيك عقب الوقفة الاحتجاجية، وجه رئيس الجمعية أنس الحميدي رسالة إلى رئيسة الجمهورية بخصوص 37 حكم بإلغاء عزل قضاة معفيين، وأكد أنه الأحكام لا يتم تنفيذها رغم أنها تصدر باسم الشعب وباسم رئيس الجمهورية. وقال: يا سيدة الرئيس، هذا ظلم، والقضاة المعفيون اليوم في وضع اجتماعي سيء رغم أن القضاء برأهم. وشدد الحميدي على ضرورة محاسبة كل قاضي ثبتت عليه تهم تواطأ في هذا الملف أو فساد، لأن الجمعية تدافع على مبدأ المحاكمة العادلة لكنها لا تحمي المخالفين حسب تعبيره.